من الجزائر ينضم إلينا عبر الهاتف كريم قندولي مراسل الغد. كريم، ما هي تفاصيل استدعاء يحيى من قبل القضاء؟ محمد، يعني يحيى كان في عين الإعصار منذ مدة طويلة، وحتى أن ربما هذا الاستدعاء كان حسب المراقبين يعني متأخر كثيرا، خاصة أن يحيى وأيضا لوكال يعني من بين مهندسي طبع الأوراق النقدية التي ضاعفت من الأزمة المالية أو أزمة البلد في تضخم وكل هذه الأمور التي تنتج عنها. اليوم هم بصدد ربما دفع هذه الضريبة بعد ما أفاد الجيش الجزائري وبقيادة الأركان، وذلك التصريح الثاني بعدما صرح أولا يعني كان قائد الأركان قد طلب من الجهات القضائية أن تتحرك من أجل ترداد الأموال الجزائرية المنهوبة وقضايا الفساد الكثيرة المعروفة في طيلة عقدين من الزمن. الشخصان يعني سواء كان يحيى أو محمد لوكال هم يعني من المقربين جدا إلى شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة رئيس المستقيل، وكانوا قد يعني ربما تلقيا تعليمات أو تلقيا ربما معلومات أو أي شيء من هذا القبيل حسب المعلومات الشحيحة الموجودة أمامنا، ولكنهما ساهما بشكل أو بآخر بمنح امتيازات مالية لجهات معينة محسوبة على شقيق الرئيس. نعم. بوتفليقة على رأسهم يعني رجل الأعمال النافذ الذي الآن هو قيد التحقيق، ولا يتبع المراقبون على أن التحقيق مع رجل الأعمال يقول حداد ممكن هو الذي أدى إلى أيضا استدعائهما لاستكمال التحقيق. هنا كريم، أيضا هل توفرت معلومات حول من حرك هذه الدعاوى؟ أشرت إلى رجل أعمال يتم التحقيق معه، لكن ألن تقدم بلاغات بعينها باتهامات محددة؟ هو القضاء يعني يتحرك تلقائيا، من المفروض أن النائب العام مباشرة يتحرك، لكن دعنا أيضا نقول اليوم بأن صديق شهاب الناطق الرسمي باسم الأندية الحزب الثاني في الدولة هو التجمع الوطني الديمقراطي قد أطلق تصريحات خطيرة، ومن المفروض أن يتحرك القضاء يعني تلقائيا. أيضا قال بأن يحيى عميل لجهات أجنبية، هذا الكلام خطير جدا، يعني لو نضع سطرا تحت عميل لدول أجنبية أو قوى أجنبية يعني الوزير الأول في عين الإعصار. لا ننسى أيضا أن يحيى يعني كان من بين الذين ساهموا في استنزاف الخزينة العمومية التي كانت يعني الآن أكثر من 1000 مليار دولار ضاعت في مهب الريح دون أن تكون هنالك استثمارات حقيقية تنهض باقتصاد البلد. اليوم يحيى هو تقريبا ساهم في العديد من الحكومات وعلى رأس هذه الحكومات ومتهم بتسديد 600 مليار دولار، هو رقم كبير جدا، يعني هو سيواجه بعد هذا الاستدعاء مصاعب كثيرة قد تنتهي به في السجن وقد تنتهي به يعني في خبره كان. مراسل الغد في الجزائر كريم قندولي، شكرا لك.